احنا نديهم الفرصه، نديهم الثقه، نخليهم يحاولوا ويجربوا، ولو ما عرفوش نعتذر. دايما بنحكم عليهم مسبقا، ادوهم الفرصه وهم هيثبتوا نفسهم. Close to Alexandria's tram lies the resistance of people with visual impairments who are part of Dunyetna organization, which offers them an opportunity to be productive members of the community. She's not blind. That's what you will feel when you first see Shaima, who's a member of Dunyetna organization, where people who are visually impaired are taught different handcrafts and are being helped to market their products and sell them. But how did it all start? الموضوع جه معايا ان انا كان عندي وقت كده، كنت عايزه اعمله في حاجه مفيده، حاجه انا بحبها، ففكرت ان انا اتطوع في جمعيه خيريه وكان فيها انشطه كتيره، فاخترت مجال المكفوفين. وبعد كده لما قربت منهم اكتر وعرفتهم، فقلت ان انا يعني هحاول ان انا ابقى معاهم، اشوف ايه الحاجات اللي عايزين يحققوها، ايه العقبات اللي بتقابلهم، واحاول ان انا ابقى معاهم وازاي ان احنا نزل العقبات دي. ففكرت ان انا اعمل جمعيه، فقلت اهم حاجه ان هم ممكن لازم يتعلموا حرف يدويه يتقنوها، وتبقى بالنسبه لهم تحقيق للذات، تحقيق لشخصيتهم، وبتدر عليهم مبلغ كده يبقى داخل ليهم. عملنا اول كانت حرفه ابتدوا بيها البامبو. البامبو ده نبات بيبقى مستورد، ولكن بالنسبه للكفيف ان هو بيقدر ان هو يشكله ويعمل منه منتجات جميلة. Apart from these products, they also produce handmade carpets. While this needs paying great attention to its details, these people were determined enough to find a way to totally depend on themselves while doing it. جبت في الأول مدرب ابتدى يقرب لهم الفكرة وإزاي كانوا بيستعينوا بيه الأول ان هو يدربهم، وبعدين جت فكره ان هم ازاي يعتمدوا على نفسهم في موضوع ان هم من غير ما حد يلقنهم يعملوا العقده دي الالوان، فالالوان دي كانت بالنسبه لهم لازم حد يبقى معاهم، لكن هم ابتدوا يفكروا وقالوا اكتبوا لنا، بقينا نعمل نترجم السجاده للرسمه لبرايل، وهم ابتدوا عن طريق البرايل بيقروا الالوان ايه وبيعملوها لوحدهم. Almost 6 years ago نادية جوين دنيتنا. أنا كنت مولودة عادية، بس جالي دور سخونية أثر على الشبكية، دخلت مدرسة ابتدائي عادي استمريت فيها لغاية 5 سنين سنة 5. في سنة 5 كان نظري ضعف جامد، نصحوني بقى المدرسين في المدرسة ومدير المدرسة أني أتجه لمدارس المكفوفين أفضل، لأن هم كانوا شايفين مستواي كان حلو في الشفوي أكتر من التحريري، لأن أنا مش بعرف أكتب. وبعد كده دخلت الجامعة وتخرجت واشتغلت مدرسة في نفس المدرسة الابتدائي اللي أنا كنت فيها. And it seems that her passion in teaching others didn't stop there. الجمعية جمعت لي مجموعة من البنات والشباب، وبيتعلموا وبيتغيروا بقى، كل اللي بيتعلم بيطلع من المجموعة وبيجي لي غير. عندي شيماء ممتازة جدا، وعندي نورهان شاطرة برضو، وفي طبعا نماذج كتير. عرفت الجمعية دي عن طريق صاحبتي شيماء، وهي قالت لي يعني بعد ما انا خلصت كليه قالت لي تعالي انزلي، وبدل ما انت قاعده في البيت وكده نشغل وقتنا نتعلم حاجه جديده بس. فنزلت فعلا الجمعيه نهوت وتعلمت حاجات كتير مع المدربه بتاعتنا استاذه ناديه. نورهان lost her sight completely as she grew up. انا اتولدت ضعيفه بصر وعندي ضمور جزء في الشبكية، وبعد كده دوت بعد ما كملت 21 سنة أو 22 سنة دخلت يعني في حالة نزيف وكده، بس في عيني الشمال، ودخلت عمليات وكده عملتها ورجعت أشوف سنة بعيني الشمال كويس، لأن أنا كان عندي عيني الشمال أضعف من عيني اليمين. وبعد ما عملت العملية بسنة فقدت عيني الشمال خالص، لأن جالي غلطة فيها. والعيد الكبير اللي فات لأ اللي قبله ولسه فقد عيني اليمين. According to a report published by Harvard Medical School, the brain of people who lose their sight make new connections in the absence of visual information. This results in enhanced sense of hearing, smell, and touch, which helps them in carrying out some of their daily activities.
انا بختار لبسي، ببقى مع والدتي وبننزل نشتري الهدوم مع بعض. بس ماما بحب انا يعني هي عارفه ان انا بحب المس كل حاجه واشوفها واقول دي اه ولا، اقول لها الالوان ايه وهي تقول لي في لون كذا ولون كذا مثلا من الفستان، ولا لا هات لون كذا انا عايزاه. ولازم المس الحاجه بايدي كويس قوي، وبحس يعني قبل ما اخش واقيسها بحس ان هي هتبقى مناسبه عليا ولا لا. To produce these pieces, beginners usually rely on their experienced members in the organization to help them throughout the process. انا بوظت مثلا شغل واخاف مثلا ان انا اوري المدربه بتاعتي بتاعتنا يعني استاذه نادي، انا بفضل انا قدامها بس. وممكن ممكن ما بيني وما بين شيماء مثلا اقول لها ايه شوفي كده، بقى قلقانه مثلا ان انا اوريه لها، لان انا يعني نفسي ان انا اوريها الحاجه وتقول لي عليها كويسه كده يعني. بس فهي مثلا ممكن تظبط لي الحاجه الغلط وبعد كده انا اوريها لها. And I couldn't leave without asking them what do they wish for. ان احنا نديهم الفرصه، نديهم الثقه، نخليهم يحاولوا ويجربوا، ولو ما عرفوش نعتذر، لكن ما ينفعش ان هم ما ياخدوش الفرصه. دايما بنحكم عليهم مسبقا يعني على طول ناخد الفكره اللي هي النمطيه، لا ازاي هيعمل ايه وهكذا، لا ادوهم الفرصه وهم هيثبتوا نفسهم. نفسي اعلم بنات مكفيفات زينا ويبقوا شطار كده برضو. This was Heidi Andil, AUC TV, Alexandria.